شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام كابتن محمود الجزار وكابتن عمرو جوده. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده، مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم. و40 دقيقه هي الفاصله الحاسمه في نهائي كاس مصر سيدات لموسم 22-23. من قناه النادي الاهلي نحييكم، ومن صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه ايضا نحييكم وننقل لكم هذه المباراه. تشكيل فريق الجزيره اليوم في القياده الفنيه الكوتش عمرو عاصم، هيا الفئي رقم 0 جانا وائل، رقم 1 حبيبه حاتم، رقم 2 بيتس المحترفه الامريكيه، رقم 3 كريمان صلاح، رقم 7 فاطمه هاني، رقم 8 ملك حاتم، رقم 10 رضوى سالم، 14 رنا علاء، 12 كابيتانو نادي الجزيره ياسمين هلال، 23 تمارا نادر، 33 وكنزي خرشد دبل زيرو. القاده الفنيه زي ما حضراتكم شايفين الكوتش عمرو عاصم ومساعداه كابتن مصطفى السيد وكابتن نهال سعد. اما ملكات النادي الاهلي في كره السله تشكيلهم اليوم: شي كيلي رقم 1، ميرال اشرف رقم 4، نادين سلعوه رقم 7، سرايا محمد سوكا رقم 8، ندى نافع 9، الكابيتانو دينا عمرو رقم 10، رضوى محمد 12، فريده وائل 14، رنيم جداوي 15، نوى شتا 23، بيكو 40، واخيرا يارا اسامه رقم 44. القياده الفنيه للغزال كوتش طارق خيري ومساعداه كابتن كريم اسماعيل وكابتن علياء محمود. القراءه الفاتحه ما قبل المباراه في سهره سلويه نهائي كره السله او كاس مصر لكره السله سيدات موسم 22-23، رابع اللقاءات ما بين الاهلي والجزيره هذا الموسم في بطوله المنطقه. فاز الاهلي على الجزيره 80-67. اما في الجوله الخامسه الترتيبيه لدوري السوبر فاز الاهلي 91-65، والجوله الثانيه 12 فاز الاهلي 77-65 على الجزيره. الجزيره اليوم بطموحات وامال جديده بعد اقصائه لبطل افريقيا سبورتنج في مفاجاه مدويه ومن العيار الثقيل بعد فوزه على نادي سبورتنج 79-71، وتأهل الأهلي عن طريق فوزه على نادي هليوبلس بنتيجة 76-43. الستارت لاين اب للنادي الأهلي اليوم: رنيم جداوي، شي كيلي، نادين سلعوة، رضوى محمد، وميرال أشرف. شي كيلي 6 نقاط في مباراة هليوبلس، أما رنيم جداوي توب سكورر 13 نقطة في أحداث مباراة هليوبلس، نادين سلعوة أيضا 13 نقطة. السيد الدكتور مجدي ابو فيخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله ونائب رئيس النادي الاهلي سياده الوزير العمري فاروق العمري في انتظار الستارت لاين اب للنادي الجزيره في ثواني وسنبدا احداث اللقاء. نزل نادي الجزيره، اقول لحضراتكم التشكيل: محترفتنا الامريكيه شاي كيلي، وادي رنا علاء رقم 12 بوينت جارد نادي الجزيره، حبيبه حاتم ايضا متواجده، بيتس موجوده، ايا الفئي موجوده، ورضوى سالم ده خماسي نادي الجزيره. وعلى بركه الله نبدا احداث المباراه. حكامنا اليوم كابتن احمد فهمي، كابتن منى علي اللي قدام حضراتكم، وكابتن نانسي ايم جامبول. والحيازه الاولى والاخيره ما بين رنيم جداوي والحيازه الاهلاويه عن طريق ميرال اشرف. ميرال طول تنجح في تسجيل توب فول احداث اللقاء. بيتس يضغط النادي الاهلي، يسلم لايه الفئي، ايه تبدا الهجمه، ضغط الاهلاوي، بيتس مره ثانيه، رنا علاء بتحاول تبحث عن ثغره، رضوى سالم، بيتس على الاوبن شوت في 3 بوينت، تنجح في تسجيل اولى النقاط لصالح نادي الجزيره، اولى 3 نقاط للجزيره. رضوى محمد تبدا الهجمه لصالح النادي الاهلي، رضوى تسلم للشيكيري تاخد سكرين، رضوى في البريفريشن تطلع كيك اوت، لكن هنا في فاول على رنا علاء لاعيبه نادي الجزيره، اولى الاخطاء الشخصيه على رنا علاء، واوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد، سكرينات توصل لسلعوه، استناها رنيم جداوي، قررت تعمل بنتريشن من الميدل،
تلف وترتكز وتروح بالسيمي هوك تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. حماس بادئ من بدايه المباراه عن طريق النادي الاهلي ونادي الجزيره. نادي الجزيره عنده فرصه بعد ما اقصى نادي سبورتنج في السيمي فاينال حقق المفاجاه. النادي الاهلي عايز يفوز بهذا اللقاء. بيتس نرجع للمباراه تاخد بيكندرول. بيتس تسلم رضوى سالم. رضوى على الاوبن شوت 3 بوينت راحت سجلت نجحت في تسجيل 3 نقاط كمان توسع الفارق الى 6-4 لصالح نادي الجزيره. رضوى محمد بوينت جارد النادي الاهلي تبدا الهجمه تسلم للشي كيلي. شي هاند اوف مع على طول مع رضوى. شي كيلي مره ثانيه في البنتريشن واحد على واحد تلف وترتكز وتروح لكن لا تسجل. تلم على طول رنا علاء في الديفنسيف ريباوند تطلع ليه حبيبه حاتم تقلب الملعب لبيتس المره الثانيه. بيتس تقف في الفيداوي على 3 بوينت شاطت لكن لا تسجل. تلم رضوى سالم تبدا الهجمه رضوى تطلع ليه رنا علاء اخر 7 ثواني في زمن الهجمه. حبيبه حاتم في البنتريشن تروح لكن الستيل حاضر عن ميرال اشرف. ميرال في الفص بريك 2-1 ميرال راحت وصلت سجلت 2 بوينت جديده تجعل التعادل هو سيد الموقف في احداث هذه المباراه. واضح انها مباراه حماسيه زي ما قال ضيوفنا الاعزاء. بيتس تبدا تاني مان تو مان النادي الاهلي وايضا مان تو مان نادي الجزيره. بيتس رضوى سالم على الهاي بوست تهوش تروح على البنتريشن لكن هنا بتعترضها رنيم جداوي بفاول وخطا شخصي لصالح رضوى سالم. رضوى سالم على التو شوتس فري ثرو اول ناجح لرضوى سالم. اولى محاولات الفري ثرو تجعل التقدم للاخضر في ديربي الجزيره. والفري ثرو الثاني ايضا ناجح رضوى سالم لعبة منتخب مصر ونادي الجزيره واحده من الكي بلاير اللي بيستعين بيهم كوتش عمرو اصلا. تبدا الهجمه رضوى. رضوى محمد تاخد سكرين من رنين تعمل بنتريشن تقف وتسلم البيك اند رول لكن في السكه بيكس تحط ايديها وتطلع اوت سايد لصالح النادي. على اوت سايد اهلاوي. رضوى محمد طلع سلم نادين سلعوه. نادين طلبت السكرين عدت عكس السكرين في البنتريشن من البيز لاين راحت وصلت لا تسجل. رنين في السكند شوت تسيطر على الكوره وتروح لكن المره دي في فاول هنا على رضوى سالم. خبطت كده رنين في نادين سلعوه اللي كانت واقعه والفاول على رضوى سالم. تو شوتس رنين جداوي 13 نقطه في المباراة الماضية أمام هليوبلس. رنيم جداوي فري ثرو أول غير ناجح. فري ثرو تاني رنيم غير ناجح أيضا تلم على طول آية الفقي. آية تسلم لبيتس تنقل رنا علاء. رنا علاء سلم رضوى سالم. رضوى هاند أوف على طول مع بيتس تحت الباسكت ليه ايا الفقي بتلف وترتكز في الكيك اوت لحبيبه حاتم على الثري بوينت في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. ميرال اشرف تسارع الكره تنجح في انها تاخد الكره تبدا الهجمه في الاول ذا واي ميرال لكن الكتره تغلب الشجاعه تروح على طول لايا الفقي. ايا بتطلع الفاست بريك رضوى سالم. رضوى لوحدها لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول والفاست بريك سريع عند رنيم جداوي. رنيم راحت رنيم سجلت رنيم 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. وسع الفارق يجعل التعادل هو السيد الموقف كما كان. وادي اعاده لرنيم جداوي والتو بوينت اللي نجحت فيه تسجيل. تبدا الهجمه للجزيره. رضوى سالم كيك اوت لكن الستيل حاضر عند ميرال اشرف. ميرال فاست بريك لنادين سلعوه. نادين تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده تجعل التقدم احمر للاهلي والاهلاويه. فاست بريك سريع تبدا الهجمه مره ثانيه للجزيره. مان تو مان ما زال النادي الاهلي. عفوا زون ديفنس 2-3 حبيبه حاتم تقلب الملعب على طول لرنا علاء. رنا في الدرايف لكن لا تنجح على طول. رنين جداوي ديفنسيف ريباوند حاضر هتطلع لنادين سلعوه للشي كيلي. شي 1-1 بيقطعلها رنين حلوه قوي بشمالها. رنين تنجح في تسجيل 2 بوينت ولا اروع ولا اجمل بعد اسيست رائع من شي كيلي تنجح في تسجيل 2 بوينت. الإعادة مرة ثانية وبشمال رنيم تنجح في التسجيل. فاول هنا على مين؟ على رنا علاء. لاعبة نادي الجزيرة. ثالث الأخطاء الشخصية على
نادي الجزيرة وفري ثرو أو أند وان عفوا لا تنجح في التسجيل. ثلاث محاولات لرانينج الداوي على الفري ثرو ما نجحتش التسجيل ولا واحدة. محاولتين فقط لنادي الجزيرة على الفري ثرو نجحوا في التسجيل. بيتس زون ديفنس النادي الأهلي لران علاء على الهاي بوست لوحدها خالص في الأوبن شوت ميديم لكن لا تنجح في التسجيل. رضوى سالم تلم على طول ديفنسيف باوند عند نادين سلعوة. نادين تبدا الهجمه. نادين في الدرايف من الميدل طلعت للشي كيل الشي على الاوبن شوت 3 بوينت لكن اير بول اير بول اوتسايد للجزيره. في تغيير هيحصل اعتقد ران علاء هي اللي هتخرج. نزلت اعتقد فاطمه هاني لاعيبه نادي الجزيرة رقم 8 فعلا هي اللي نزلت واحدة من نجوم اللقاء أمام سبورتنج في المباراة الماضية هي وبيتس. كيك أوت بساط سريعة تمتها عند بيتس في الأوبن شوت على 3 بوينت لا ترجع في التسجيل. شي كيلي تلم الريباوند على طول وتستحوذ عليه. شي طلعت لرنيم جداوي. رنيم في الدرايف من الميدل بالسيمي هوك راحت لكن في فاول هنا بترتكبه أعتقد آية الفقي رابع الأخطاء الشخصية على نادي الجزيرة وفري ثرو وتو شوتس لصالح رنيم جداوي. رنيم على الفري ثرو الأول تنجح في التسجيل. حاول الرابعة لرنيم نجحت في تسجيل الفري ثرو الأول. رنيم على الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل. 14 الاهلي 8 الجزيره 14 الاهلي 5 دقائق و7 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الاول. رضوى سالم ضغط النادي الاهلي ورجع مان تو مان مره ثانيه. ضغط سريع وستيل روعه من نادين سلعوه اللي بتروح بالاول ذا واي وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده على طول يعقبها تايم اوت ياخده الكوتش عمرو عاصم لايقاف تقدم النادي الاهلي 16 8 لصالح النادي الاهلي وتايم اوت للكوتش عمرو عاصم. نسمع تعليمات تايم اوت كوتش عمرو عاصم وكوتش طارق خيري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اللي طلبه الكوتش عمرو عاصم زي ما حضراتكم شفتوا على الشاشه. السيد فاروق العمري الوزير السابق ونائب مجلس اداره نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والدكتور مجدي ابو فريخه رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله انتهى التايم اوت. انتصاف احداث الكوارتر الاول تقدم النادي الاهلي بثمان نقاط 16 8 لصالحه في نهائي كاس مصر سيدات موسم 22-23. ستارت اللاين اب او اللاين اب النادي الاهلي كما هو. الشيكيلي رضوى وميرال سلعاوة نادي رنيم جداوي. أما التغيير الوحيد اللي حصل في صفوف نادي الجزيرة فاطمة هاني بدلا من رنا علاء. بريس فول كورت النادي الأهلي 1-2-1-1. بيتس حاول تطلع قبل 8 ثواني تسلم على طول لكن شي كيلف للسير روعة بشمالها لكن لا تنجح في التسجيل. زق على طول آية الفقر من بيتس. بيتس طلعت لفاطمة هاني. فاطمة تعمل الدرايف سلمت ليه رضوى سالم اللي بتروح بالدرايف من الميدل لكن لا تنجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند شي كيلي. شي تبدا الهجمه. شي في البنتريشن طلعت راحت وصلت لكن لا تسجل واوتسايد لصالح النادي الاهلي بالطلب بفاول لكن كان بالاول تطلع الكيك اوت. اوتسايد لصالح نادي الاهلي 4 دقائق 28 ثانيه تقدم الاهلي بثمان نقاط فارق. سلعاوي تستلم لرنيم جداوي في الاوبن شوت. رنيم شاطت على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. اوفنسيف ريباوند حاضر على طول عند رضوى للشي مره ثانيه. شي لسه العاوه
سلعوه، لكن الباص هنا قطعها وريعة حبيبه حاتم، حبيبه رايحه في الاول زاويه بشمالها راحت سجلت 2 بوينت جديده للصالح نادي الجزيره. حبيبه حاتم واحده من ناشئات النادي الاهلي، وانتقلنا انتقلت هذا الموسم الى نادي الجزيره. زون ديفنس نادي الجزيره، وادي باص كده لكن في السك الاخير تقطع فاطمه هاني وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي، اوتسايد اهلاوي. تعليمات كده من كوتش طارق خيري ونادين سلعاوه، اوتسايد اهلاوي. رنيم جداوي في الدرايف من البيز لاين طلع كيك اوت حلو قوي لرضوى، رضوى محمد لرنيم مره ثانيه قطعلها شي كيلي لكن طلعت كيك اوت وشاطف، لكن اير فول كده من ميرال اشرف تلم على طول رضوى سالم وتسلم لبيتس، بيتس تبدا الهجمه يرجع الاهلي الزون ديفنس 2 3 رضوى لبيتس مره ثانيه تسلم لحبيبه حاتم، حبيبه في البيز لاين عند اي الفئه تقلب مره الملعب مره ثانيه لبيتس، بيتس في البيز لاين لكن الستير روعه من رنيم جداوي وفص بريك اجمل من سلعوه والفاول على بيتس، فاول الاول على بيتس المحترفه الامريكيه 29 نقطه المباراه الماضيه امام سبورتنج بيتس. نادين سلعوه على الفري ثرو وتو شوتس لصالح، 6 نقاط هو الفارق، 3 دقائق 23 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. نادين على الفري ثرو الأول تنجح في التسجيل، 13 نقطة نادين في مباراتها أمام هليوبلس في السيمي فاينال، ونادين على الفري ثرو الثاني تنجح أيضا في التسجيل، تقدم الأهلي بثمان نقاط فارق، 3 دقائق 15 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. حبيبة حاتم ما زالت ضغط اهلاوي والترابات بتحصل توصل على طول، نادين سلعوه في الستيل للمرة الثانية، نادين وروح على الباسكت تنجح في تسجيل نقطتين كمان توسع الفارق الى 10 نقاط للصالح النادي الاهلي، ستيل روعة دفاعات قوية من النادي الاهلي تنجح حتى هذه اللحظات في 3 ستيل لصالح النادي الاهلي. حبيبة حاتم تعدي حبيبة يحصل هنا الترابات تقنل لفاطمه هاني، فاطمه على 3 بوينت في الاوبن شوت لا تنجح في التسجيل، سكند شوت عند فاطمه حاضر وغفله دفاعيه اهلاويه تنجح فاطمه في التكمله وتنجح في انها تسجل 2 بوينت جديده، ده الفارق الى 8 نقاط. نادين سلعوه زون ديفنس يقابله نادي الجزيره، تقلب الملعب لرضوى، رضوى تحت الباسكت لرونيم جداوي لكن بلوك من فاطمه هاني واوت سايد لصالح النادي الاهلي. 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، رضوى محمد طلع كيك اوت لميرال اشرف، ميرال لنادين سلعاوي، نادين على 3 بوينت في الاوبن شوت شاطت لا تنجح في التسجيل، تلم عند رضوى على طول في اختراق في البيز لاين في الباك لاي اب، لكن هنا في فاول على بيتس والفاول الثاني على المحترفه بيتس، ثاني الاخطاء الشخصيه. ثلاث محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت لم ينجح في التسجيل، اما نادي الجزيره 6 محاولات على 3 بوينت نجح في التسجيل، 2 3 بوينت فقط. 20 12 8 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. في توقف في الملعب. طبعا دي مش محسوبه لان كان في توقف في الملعب فرضوى هي بتجرب مش اكتر. تو شوتس. فري ثرو اول نجح ليه رضوى محمد، وفري ثرو ثاني غير ناجح لرضوى، رنيم جداوي على السكند شوت لكن تخبط في ايد مين؟ كابتن عيني قال على الاهلي واوت سايد لصالح نادي الجزيره. 21 12 اخر دقيقتين من عمر وزمن الكوارتر الاول، حبيبه حاتم تسلم رضوى سالم اللي وقفت في النص عشان تحل الموقف، سلمت لبيتس لسه الاهلي زون ديفنس، بيتس على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، حبيبه حاتم في السكند شوت وما تنجحش ايضا، فاطمه هاني السكند شوت للمره الثانيه طلع كيك اوت لحبيبه حاتم، تقلب الملعب وتهدى وتسلم لبيتس، اخر 7 ثواني في زمن الهجمه، رضوى سالم في الدرايف طلع على طول وتشوت لكن ده لا تنجح في التسجيل، تاتي معها صفره ال 24 ثانيه لكن اللعيبه وقفت كملت هنا حبيبه حاتم او ايه الفيه عفوا لان الكره لمست الرينج
فتجدد معاه تلقائي زمن ال 14 ثانيه او زمن الهجمه. نقطتين جداد لصالح نادي الجزيره. زون ديفنس نادي سبور الجزيره. ميرال اشرف في الاوبن شوت على 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط. سوكا تشجع زمايلها اولى الثلاثيات في احداث الكوارتر الاول عن طريق ميرال اشرف تنجح في تسجيل ثلاث نقاط. فاول على شي كيلي. لا ده فاول على الجزيره. هذا فاول على الجزيره. فاول على بيتس. ده الفاول الثالث على بيتس. يمكن كابتن منى علي بتقول الفاول على بيتس المحترفه الامريكيه. ثالث الاخطاء الشخصيه على بيتس، ثلاث اخطاء شخصيه في الكوارتر الاول. سوكا تنزل مكان رضوى محمد وحوار ما بين كابتن احمد فهمي او كابتن ايني مع كوتش عمرو قاسم. اداء جيد من رضوى محمد حتى هذه اللحظات. والاوتسايد اهلاوي. سوريا اللي نزلت مكان رضوى تبدا الهجمه عن طريق سوريا تسلم لنديس العوه تحت الباسكت. رنيم جداوي في الميديم شوت شوت لا تنجح في التسجيل. فاطمه هاني في الديفنسيف ريباوند حاضر وبتبدا الهجمه. تراجع النادي الاهلي على طول وظبط صفوفه في الزون ديفنس 2 3. بيتس لفاطمه هاني في الاوبن شوت لازم حد هنا يطلع لها لكن بعيده. تلم على طول رنيم جداوي في الديفنسيف ريباوند حاضر وتسلم لكن هنا بتعترضها ايه الفيقي بفاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح نادي الاهلي. رنيم جداوي على التنفيذ التو شوتس. رنيم في فري ثرو اول لا تنجح في التسجيل. تمارا نادر رقم 33 من الجزيره هي اللي نزلت دلوقتي. هنشوف نزلت مكان مين. فري ثرو تاني لرنيم تنجح ايضا في التسجيل. 11 فري ثرو للنادي الاهلي نجح في تسجيل خمسه. حبيبي حاتم سلم رضوى سالم. رضوى سلم مره ثانيه لحبيبه. بيتس تبدا الهجمه لرضوى سالم على الهاي بوست. حاول معاها كده دفاعات النادي الاهلي يخطف منها الكوره تسلم حبيبي حاتم. فاطمه هاني في البيز لاين على الاوبن شوت الثانيه ليها لكن لا ترجع في التسجيل. تمارا نادر من اعلى نقطه تلم لكن بلوك ولا اروع وفاول على طول تحتسبه كابتن منى علي على رنيم جداوي. ثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي ولا الاخطاء الشخصيه على رنيم جداوي. تو شوتس لتمارا نادر. 25 14 لصالح النادي الاهلي اخر 30 ثانيه في عمره احداث الكوارتر الاول. فري ثرو اول غير ناجح لتمارا. تظل النتيجه كما هي 25 14 تسع نقاط فارق لصالح النادي الاهلي وفري ثرو ثاني ناجح لتمارا نادر. قادمه من نادي الصيد. ضغط من نص الملعب كده لنادي الجزيره. سرايا تسلم لنادين سلعوه. نادين لسرايا مره ثانيه في الاوبن شوت فاضيه. ميرال اشرف. ميرال على الاوبن شوت شاطت لكن لا ترجع في التسجيل. تلم على طول بيتس وتبدا الهجمه في الثواني الاخيره. بيتس عايز تعمل الدرايف وقفت تسلم رضوى سالم ولا تقلب الملعب الناحيه الثانيه لتمارا. تمارا عايزه تلعب سلمت رضوى سالم. رضوى في الدرايف من الميدل تروح وتوصل لكن لا تسجل. في الثواني الاخيره تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 10 نقاط على نادي الجزيره 25 15. استراحه قليله نرجع لحضراتكم في بدايه احداث الكوارتر الثاني. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الثاني ما بين النادي الاهلي ونادي الجزيره في نهائي كاس مصر سيدات لموسم 22 23. انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 10 نقاط 25 15. نوع النادي الاهلي في دفاعاته ما بين الزون ديفنس والمان تو مان والبريس فول كورت 1 2 1 1. نجح في البريس في انه يقطع اكثر من اربع كرات خلصت ب 8 نقاط لصالحه في الفاست بريك. نجح ايضا نادي الجزيره في تسجيل ثلاث محاولات على الفريس على عفوا
محاولتين على 3 بوينت من اصل 6 محاولات، اما النادي الاهلي نجح في تسجيل محاوله وحيده على 3 بوينت من اصل 4 محاولات. النادي الاهلي ايضا في 11 محاوله على الفري ثرو او على الفاول شوتين نجح في تسجيل 5 من اصل 11، نادي الجزيره نجح في تسجيل 3 من اصل 4. ده ملخص الكوارتر الاول لو حد ما كانش متابع معانا بدايه احداث الكوارتر الثاني. كابتن منى علي، كابتن نانسي، كابتن احمد فهمي ايني، ده حكام اللقاء النهارده. ستارت لاين اب للكوتش عمرو. كاس مصر والدروع والجوائز ان شاء الله في حاله تتويج، مستمرين مع حضراتكم. الستارت لاين اب للنادي الاهلي نفس الخماسي اللي بدا بيه كوتش طارق خيري في بدايه احداث الكوارتر الاول: ميرال، نادين سلعاوه، رنيم جداوي، شيكلي، والسوريا اللي اجرت التغيير بدلا من حبيبه او رضوى محمد. اما خماسي نادي الجزيره: بيتس وحبيبه حاتم، رضوى سالم، فاطمه هاني، وتمارا نادر. هذا التبادلات لصالح نادي الجزيره. بيتس على طول تسلم لحبيبه حاتم على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. سلعاوه على طول تنجح في الديفنسيف ريباوند، سلم لسوكا، سوكا واختراقات سوكا ومهارات سوكا ونجاح سوكا في 2 بوينت جديده تبدا بها الافتتاح لاحداث الكوارتر الثاني. بشمال سوكا تنجح في تسجيل 2 بوينت وتفتتح معها اولى نقاط احداث الكوارتر الاول. اند 1 لسوكا. سوريا على الاند 1 تنجح في التسجيل. بيتس تبدا الهجمه لصالح نادي الجزيره، ما زال النادي الاهلي 1-2-1-1 في البريس فول كورت. بيتس تبدا مره ثانيه، حاول تعمل درايف معاها سوكا، توصل بالفلوتر شوت تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الجزيره. 29 نقطه نجحت في تسجيلهم بيتس في زي ما قلت لحضراتكم في بدايه او في مباراه السبورتنج. وادي 3 بوينت من سلعاوه اللي نجحت تضيف 3 نقاط ب 3 بوينت ولا اروع لصالح النادي الاهلي. اولى الثلاثيات لنادين سلعاوه في عمره واحداث الكوارتر الثاني. تمارا نادر لبيتس، بيتس عايزه ترد على سلعاوه تشوط لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول رنيم جداوي وتتخطف منها وتعمل ستيل. وادي باك ليب، وادي فاول على رنيم جداوي. عملت ستيل رضوى سالم، خدت الكوره وعملت الباك ليب لكن رنيم تنجح في او تعترضها بخطا شخصي وفاول تو شوتس لصالح رضوى سالم. فري ثرو اول لرضوى سالم لا تنجح في التسجيل. وفري ثرو ثاني تنجح في التسجيل رضوى سالم. 31-18 لصالح النادي الاهلي. سوريا تقلب رنيم جداوي، زون ديفنس، درايف رنيم، فلوتر رنيم لكن لا تنجح في التسجيل. تمارا نادر ديفنسيف ريباوند، تسلم لبيتس، بيتس تبدا الهجمه. بيتس تسلم رضوى سالم مره ثانيه، رضوى دور على بيتس، زون ديفنس النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم او مان تو مان عفوا. وادي درايف من فاطمه هاني اللي بتطلع كيك اوت لحبيبه حاتم، حبيبه في الدرايف من البيز لاين، سلم لرضوى سالم تلعب واحد على واحد في الهوك لكن لا تنجح في التسجيل. رنيم جداوي حاضره في الديفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه، سلم للسوكا، سوكا واختراقات سوكا، درايف سوكا وصلت سلمت حلوه قوي الاسيست وحلوه قوي الباك لاب لميرال اشرف تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. وادي الباك لاب لكن الاسيست روعه الروعه من سوكا سوريا محمد. رجع النادي الاهلي مان تو مان. بيتس لفاطمه هاني، فاطمه تسلم لبيتس مره ثانيه، تعمل سكرين مع تمارا، عايزه سكرين مره ثانيه، تستغل الميس ماتش. فاطمه على 3 بوينت شوت لا تنجح في التسجيل، تلم مره ثانيه على السكند شوت وتعمل الدرايف توصل لكن هنا في فاول على نادين سلعاوه، ثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. وتو شوتس لصالح فاطمه. رنا علاء تعود مره ثانيه في تغيير يجري كوتش عمرو عاصم بدلا من حبيبه حاتم، نوشيتا يجرى ايضا كوتش طارق خيري تغيير تنزل مكان رنيم جداوي. تو شوتس لفاطمه هاني.
فري ثرو اول فاطمه تنجح في التسجيل. 7 دقائق 46 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 3 محاولات لنادي الجزيره على الفري ثرو، نجح في تسجيل 2، ودي المحاوله الرابعه نجح في تسجيل 3 عن طريق فاطمه هاني. شوكة تبدا الهجمه للنادي الاهلي. فاطمه هاني في المباراه الاخيره امام سبورتنج مسجله 16 نقطه. سوريا في المباراه الاخيره امام نادي هليوبلس نجحت في تسجيل اوتسايد، هنا اقول لكم حالا نجحت في تسجيل 14 نقطه اوتسايد اهلاوي. جاي كيلي 1-1 بتطلع منها وتلحق عليها مره ثانيه، تسلم لسوكا، سوكا على الاوبن شوت في 3 بوينت في الثواني الاخيره، لا تنجح في التسجيل ونوع شتا، لكن هنا صفرت ل 24 ثانيه كانت هي الاسرع والحيازه تقول على طول اوتوماتيك لصالح نادي الجزيره. اوتسايد الجزيره 13 نقطه هو الفرق لصالح النادي الاهلي. نهائي كاس مصر موسم 22-23 رنا علاء واحده من ناشئات النادي الاهلي، تسلم لفاطمه هاني، رجع النادي الاهلي زون ديفنس، تمارا نادر تسلم لرنا علاء في البيز لاين عند رضوى سالم، رضوى تحاول تعمل الدرايف لكن تسلم لتمارا نادر في على الاوبن شوت بيتس تحت الباسكت مع شي كيلي، تقف وتسلم لتمارا، تمارا في الميديم شوت شاطت لا تنجح في التسجيل، تلم على طول نادين سلعوة في الاول زاوية، نادين تدي على طول لشي كيلي على طول تخترق سلم ولا اروع ليب ولا اجمل، تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. شي كيلي هجمة النادي الجزيرة في البيز لاين، فاطمة اللي بتقف وبتهوش وبتشوت على 3 بوينت وتنجح في تسجيل 3 نقاط لصالح نادي الجزيرة، 3 نقاط تضيفهم فاطمة هاني خلي الفارق 35-23. وادي درايف والكيك اوت لنادين سلعوة، نادين عايزة ترد على طول تنجح على طول في تسجيل 3 بوينت جميلة، نادين سلعوة تاني الثلاثيات في تاني المحاولات في احداث الكوارتر الثاني لنادين سلعوة، ثلاثيتين في عمره احداث الكوارتر الثاني لنادين سلعوه. فاطمه هاني لبيتس مره ثانيه، بيتس سلم لتمارا نادر، لبيتس مان تو مان النادي الاهلي، سكرين لبيتس بيك اند رول عند رضوى سالم، لكن تغطيه قويه جدا من نادين سلعوه على طول جامب بول، كابتن نانسي تطلق الصافره بالجامب بول والحيازه لصالح النادي الاهلي، لكن التغطيه روعه من نادين سلعوه، كفرنج موجود وحاضر بقوه. كوتش عمرو عاصم هيجري تغيير ان شاء الله غدا باذن الله، نهائي كاس مصر الرجال تمام الساعه 11 باذن الله، الاهلي والزمالك كل التوفيق لكتيبه الماتادورز بقياده السنيور اوجوستي. نرجع للمباراه، ضغط من نادي الجزيره، سوريا تعدي قبل 8 ثواني، تسلم ليه شي كيلي، شي هقول لحضراتكم على التغييرات دلوقتي حبيبي حاتم، رجعت مره ثانيه شي تقف في الفيداوي شاطت لا تنجح في التسجيل، نوع شده تحاول مع الكره لكن تخبط الحبيب حاتم وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. تعود حبيب حاتم تاني لارض الملعب مكان بيتس وخماسي الاهلي كما هو. اوتسايد اهلاوي، سوراي هتطلع الاوت، 5 دقائق 36 ثانية تقدم الاهلي، هنا خمس ثواني ما طلعتش سوريا الكرة قبل انتهاء الخمس ثواني، تقدم الاهلي بفارق 15 نقطة 38-23. رنا علاء لحبيبة حاتم، سلم على طول لفاطمة هاني، فاطمة لرنا علاء على هاي بوست، رضوى سالم لفت وراحت لوحدها خالص، لازم حد يقابلها هنا تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الجزيرة. شي كيلي، شي على السلام واحد على واحد مع تمارا نادر، هندوف على طول مع نادين سلعوة، نادين في الكيك اوت عند فريده وائل لسه نازله، فريده والثري بوينت ولا اروع لفريده وائل، 4 محاولات لنادي الاهلي على الثري، 3 محاولات للنادي الاهلي على الثري بوينت، نجح في تسجيل ال3 محاولات، فريده وائل اللي لسه نازله حالا تنجح في تسجيل 3 بوينت جديد. تمارا نادر في الكيك اوت لكن هنا في فاول، نانسي كابتن نانسي قالت ان في فاول، شوف الفاول على مين، فاول على فريده وائل، خطا على فريده وائل
واوتسايد للجزيره. طمارة استلم الكره من حبيبه، تعمل الدرايف من الميدل، طلع كيك اوت لرضوى سالم. رضوى بتهوش، عايز تعمل الدرايف من الميدل وتلف وترتكز، لكن هنا في ايه؟ مخالفه المشي بالكره والووكينج ترافلنج على رضوى سالم. اوتسايد للاهلي 41 25، 4 دقائق و40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. سوريا ضغط عليها ران علاء، لعبوا مع بعض في المنتخب وفي النادي الاهلي. ران علاء ما زالت مع سوريا. سوكا تعدي، عدت سوكا، الطريق فاضي، طلعت وراحت وصلت لكن لا تنجح في التسجيل. نوع شتا بتعافر معاها ونجحت فعلا انها تاخد الكوره وتسيطر عليها وبصت اسيست حلو قوي الران لنادين سلعوه، لكن فاول على فاطمه هاني. لكن الكوره من الاساس، من الاساس ادي البلوك وادي الفاول. لو نشوف اللعبه من اولها من عند نوع شتا، الصراع اللي قدرت تحسمه وتبصي وشافت نادين سلعوه اللي قطعها على الباسكت، والتو شوتس لصالح نادين سلعوه. ست نقاط مسجلاهم نادين سلعوه في احداث الكوارتر الثاني، وادي النقطه السابعه والفري ثرو الاول ناجح. فري ثرو ثاني لنادين سلعوه تنجح ايضا في التسجيل. ثلاث محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو تنجح في تسجيلهم، ينجح في تسجيله. بيتس تعود مرة تانية للأرض الملعب بعد ارتكابها ثلاث أخطاء شخصية بدلا من رضوى سالم. نادين سلعوة وادي بداية الهجمة عن طريق ران علاء، سلم لفاطمة هاني. فاطمة ران علاء مرة تانية على الهاي بوست، ابتدى كوتش طارق خيري ياخد باله من الهاي بوست وينزل فريدة وائل، لكن فريدة وائل بتعترضها بفاول. لا مش فريدة وائل، على نوع شتا. فاول ده على نواشد. بيتس تو شوتس على، والفاول على نواشد. تو شوتس لصالح بيتس. فري ثرو اول ناجح لبيتس. خمس محاولات للنادي الاهلي على النادي الجزيره على الفري ثرو، نجح في تسجيل اربعه. بيتس على الفري ثرو الثاني تنجح ايضا في التسجيل. يبدا الاهلي الهجمه، ضاغط نادي الجزيره. نادين سلعوة سلم لشاكيلي لوحدها خالص، وصلت نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده في اخر اربع دقائق من عمر احداث الكوارتر الثاني. تبدا الهجمه عن طريق حبيبه حاتم لنادي الجزيره. حبيبه سلم لتماره 45 27، اقترب الفرق من 20 نقطه فرق. فاطمه هاني على الاوبن شوت شاطت، لكن اير بول تلم الشاكيلي على طول. تبدا الهجمه الشاي بتبص، هتبص لمين ولا هتروح هي تعمل الدرايف؟ راحت وصلت بشمالها لكن لا تنجح في التسجيل. سكند شوت تاني من شيك كيلي اللي بتنجح المره دي في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. ياتي معها تايم اوت يطلبه كوتش عمرو عاصم لايقاف تقدم الاهلي. ادي التراي مره ثانيه، وادي التراي، التراي الاولى وادي التراي الثانيه. شيك كيلي من وسط حبيبي حاتم وتمارا نادر نجحت انها تعمل السكند شوت وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده. تايم اوت تطلبه كوتش عمرو عاصم. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت اللي طلبه كوتش عمرو عاصم. 47 الاهلي 27 الجزيره، فارق ال 20 نقطه. كوتش عمرو عاصم وكوتش طارق خيري في خلال القاء التعليمات على كل فريق. نرجع تاني لأحداث المباراة.
تبدا الهجمه نادي الجزيره عن طريق حبيبه حاتم لطماره. طماره تسلم ليه رنا علاء، تقلب على طول لحبيبه حاتم في البيز لاين، لكن شيكيلي معترضه واقف في طريقها. بيكو لسه نازله، سلم على طول لرنا علاء على الاوبن شوت 3 بوينت، لكن لا تنجح في التسجيل. على طول توصل لفاطمه هاني اللي بتلف وبتروح وبترتكز وتنجح في تسجيل نقطتين. يضغط نادي الجزيره عن طريق كوتش عمرو عاصم. وادي 3 بوينت متسوكا، تلم تعرف في السكند شوت وتطلع الكوره لبيكو اللي نزلت مكان، هقول لكم مكان مين، كيك اوت مره ثانيه لسورايا، نزلت مكان سلعوة. وادي 3 بوينت للمره الثانيه تنجح في تسجيلها سوكا. خمس محاولات للاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل عفوا اربع محاولات في 3 بوينت. رنا علاء تقلب الملعب على طول بالسكيب باس لحبيبه حاتم، حبيبه في الدرايف لكن تقع كده منها. بيتس تحاول معاها مره ثانيه، نوع شيت على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لسوكا. سوكا تبدا الهجمه 4 على 3 في فصل بريك. بيكو بيكو وقف وترددت، اكتمل نادي الجزيره زون ديفنس. وادي جيف اند جو روعه ما بين نوع شيتا وفريده وائل، ما فيش اجمل من اسهل من كده. باسكت رائع، اسيست اجمل من نوع شيتا، بصيتها من اولها اهي، باصت وقطعت ما وقفتش مكانها. اهميه التحرك بدون كره، نجحت انها تاخد فاطمه هاني في ظهرها وتوصل للباسكت وتسجل نقطتين. فريده وائل خبطت الكره في الحكم، قالت لها كابتن نانسي كملي، قطعت الستيل راحت لسورايا، تسلمت لبيكو لكن بيكو ما بتسجلهاش. ويلي على طول او فريده وائل الشهيره بويلي حاضره في السكند شوت وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. ادي اللعبه من اولها، بيكو ما سجلتش، فريده وائل من جايه من اعلى نقطه من امام فاطمه هاني وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديد. يبدا الهجمه نادي الجزيره عن طريق حبيبه حاتم، حبيبه تسلم لفاطمه هاني في البيز لاين، قطعلها بيتس المره دي تنجح في انها تستحوذ على الكره وتسجل 2 بوينت جديده لصالح نادي الجزيره. 31 الجزيره 54 نادي الاهلي، 23 نقطه هو الفارق. فريده وائل قطعت لها الشي، شي كيلي سلمت لنوع شتا تحت الباسكت، نوع تلف وتروح لكن هنا في فاول ترتكبه على طول طماره نادر، والتو شوتس لصالح نوع الشتا. تو شوتس لنوع، خرجت طماره نادر، نزلت رضوى سالم مره ثانيه. نوع شوتا وفري ثرو اول تنجح في التسجيل. رابع المحاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو، نجاح بنسبه 100%. فري ثرو ثاني لنوع شوتا تنجح ايضا في التسجيل. خمس محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو، نجح في تسجيل الخمسه كامله. اخر دقيقه وعمر احداث الكوارتر الثاني. فاطمه هاني سلم لرضوى سالم، رضوى قطعها بيتس، بيتس على الاوبن شوت في الميديم لكن لا تنجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند حاضر عند النادي الاهلي، تبدا سوكا الهجمه وتهدي ملعبها. سوكا سلم لبيكو لكن هنا في اوفنسيف فاول على شيكيلي، اوفنسيف فاول يحتسبه كابتن ايني او كابتن احمد فهمي، وفاول على اوفنسيف فاول على شيكيلي. 41 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، تقدم النادي الاهلي 56-31. فاطمه هنا تبدا الهجمه وتسلم لرنا علاء. فاطمه هاني من تمن النادي الاهلي، طالع حبيبه تحاول معاها فريده وائل انها تقطع الكره لكن الاوتسايد تخبط في فريده وائل وتطلع اوتسايد لصالح النادي الجزيره. 31 سنه متبقيه على عمر الكوارتر الثاني، اخر الثواني في عمر الهجمه. حبيبه حاتم تسلم ليه بيتس، بيتس ماسكا شيكيلي. 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، بيتس على الاوبن شوت لكن الحقها على طول شيكيلي. فاطمه هاني اير بول في 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. فريده وائل تلم على طول تلحق سوكا قبل الاوتسايد، سوكا تسلم لبيكو، بيكو في الدرايف طلع لسوكا مره ثانيه، سوكا من بعيد قوي على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. سكند شانس على طول حاضر عند بيكو، بيكو تستخدم اللوحه وتنجح في التسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي عشان يجعل التقدم
58-31. انتهى احداث الكوارتر الثاني اعزائي المشاهدين بتقدم النادي الاهلي 58-31. استراحه ما بين الكوارترين والذهاب سريعا الى الاستوديو التحليلي بقياده المتالق كابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن عمرو جوده وكابتن محمود الجزار. كابتن هيثم اليك الميكروفون ولنا عوده في احداث الكوارتر التالي. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا للضيوف الكرام كابتن محمود الجزار وكابتن عمرو جوده. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، عوده لكم مره اخرى في بدايه احداث الكوارتر الثالث من نهائي كاس مصر سيدات موسم 22-23 ما بين النادي الاهلي ونادي الجزيره. استعراض سريع للفريق نادي الجزيره، ايال فقي، جنوائل، حبيبه حاتم، بيتسو، كريمان صلاح، فاطمه هاني، ملك حاتم، رضوى سالم، رنا علاء، ياسمين هلال، تمارا نادر، وكنزي خرشد. اما نادي الاهلي شي كيلي وميرال اشرف، نادين سلعوه، سرايا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم جداوي، نوع شتا، حبيبه محمد، يارا اسامه. ده التشكيل نادي الاهلي، القاده الفنيه لنادي الاهلي الكوتش طارق خيري، اما القاده الفنيه لنادي الجزيره الكوتش عمرو عاصم. احصائيات سريعه للنادي الاهلي ونادي الجزيره في احداث الكوارتر الاول والثاني. طبعا كل الشكر والتقدير للكابتن محمد البيسي في لجنه الاحصاء اللي زودنا بهذه المعلومات. على 3 بوينت 17 محاوله لنادي الجزيره نجح في تسجيل 3، اما نادي الاهلي 13 محاوله في الكوارتر الاول والثاني نجح في تسجيل 5. توب سكورر النادي الاهلي حتى هذه اللحظات نادين سلعوه برصيد 18 نقطه، ميرال اشرف برصيد 9 نقاط، نادي الجزيره بيتس برصيد 9 نقاط، ورضوى سالم برصيد 8 نقاط. على الفري ثرو 16 محاوله النادي الاهلي نجح في تسجيل 11، 10 محاولات نادي الجزيره نجح في تسجيل 5. على الترن مستوى الترن اوفر 10 ترن اوفر على نادي الجزيره، والاهلي 5 ترن اوفر. في المستوى الستيل الاهلي كان المتفوق برصيد 8 ستيل مقابل 2. الستارت لاين اب للنادي الاهلي حبيبه بيكو سرية، هنشوف مين حضراتكم دلوقتي. الحيازه التبادليه لصالح نادي الجزيره، هنرجع لحضراتكم على طول. ايه الفقي تسلم لكنزي خرشد، اول نزول ليها لبيتس، بيتس لايه الفقي، تراي على الايه لكن تقريبا خبط حاجه في عينيها. رضوى سالم، هنا يتم ايقاف على طول الملعب للاطمئنان على سلامه ايه الفقي. ايه الفقي بدات في ناشئات نادي الغابه ثم انتقلت الى النادي الاهلي وحاليا هي في نادي الجزيره. سلامات لايه الفقي، وهي بالمناسبه هي ابنه خالد رضوى محمد لاعيبه النادي الاهلي. خماسي النادي الاهلي نوع شتا، شيكيلي، سرايا، حبيبه بيكو، وفريده وائل. الحيازه لصالح نادي الجزيره، رضوى سالم وبيتس. وادي ايه الفقي تراي على الباسكت قطعه لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول شي كيلي، شي تبدا الهجمه لسرايا، سرايا تبدا الهجمه لبيكو، بيكو لسرايا مره ثانيه في السكيب باس، سرايا على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول بيتس في السكن في الديفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه وتهدى على ملعبها وتسلم رضوى سالم، رضوى لكنزي خرشد مره ثانيه، اول نزول ليها فاطمه هاني لرضوى سالم، رضوى ترتكز عايزه تعمل درايف معاها نو شتا مش سايباها، تعمل درايف وتروح وتوصل لاك وتنجح في تسجيل 2 بوينت وفاول وخطا شخصي على نوها شتا. مظبوط، قرار مظبوط، اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. انتهت احداث الكوارتر الاول بنفس النتيجه اللي قدام حضراتكم. وادي الاند 1 تنجح في تسجيلها رضوى سالم، اند 1 لرضوى سالم تصبح النتيجه 58-34. المسجل النادي الاهلي حتى هذه اللحظات اي نقاط في احداث الكوارتر. فريده وائل نوع شتا اطعلها، شي كيلي، شي في الكيك اوت على طول لسرايا، سرايا في الدرايف وتطلع تلحق مره ثانيه لفري او ويلي، فريده وائل شوت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول بيتس سالم رضوى سالم، زون ديفنس النادي الاهلي. كنزي لبيتس مره ثانيه 2-1-2.
تاخد سكرين بيتس تسلم لكنزي، كنزي في الدرايف تلف وترتكز تطلع كيك اوت لرضوى سالم، رضوى في الدرايف من الميدل تقف وترتكز وتطلع كيك اوت لايه فيه، ايه في اخر ثانيتين تضطر تشوت كده والمره دي تنجح معاها، تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الجزيره عن طريق ايه الفيه. الشوطه اللي في الثانيه الاخيره تنجح معاها ايه الفيه في تسجيل 2 بوينت جديد. شيك كيلي في البيز لاين اطلع حبيبه بيكو طلع كيك اوت ليه سرايا، سرايا على الاوبن شوت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، تلم على طول فاطمه هاني تبدا الهجمه، فاطمه من الجزيره 58 36 لم ينجح الاهلي في تسجيل اي نقاط حتى هذه اللحظات. بيتس سلم ليه ايه الفي ايه في الدرايف لكن دفاع قوي من نوع شتا تطلع لكنزي خرشت، كنزي وتشوت درايف على الباسكت لكن لا تنجح في التسجيل، صراع على الكرة انتهى عند رضوى سالم تشوت في الميديم شوت لا تنجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند حاضر على طول وفصل بريك عن طريق سرايا. فريدة وائل تطلع لسوكا، سوكا لفريدة وائل مرة ثانية لشي كيلي، شي في الدرايف على الميديم شوت شاطت نجحت في تسجيل أولى نقاط الكوارتر الثالث لصالح النادي الأهلي 60 36 والاوتسايد لصالح النادي 24 نقطة فارق لصالح الأهلي والأهلاوية. رنيم جداوي تعود إلى أرض الملعب مرة ثانية كده نادي الجزيرة شارك بثمان لاعبات من أصل 12. حبيبة بيكو 1-3-1 زون ديفنس نادي الجزيرة. فريدة وائل تقلب الملعب على طول رنيم جداوي في اول لمسه ليها على الميديم شوت لا تنجح في التسجيل، تلم على طول نادي الجزيره عن طريق كنزي خرشد تسلم ببيتس، بيتس تلعب واحد على واحد تسلم لكنزي وتبدا الملعب مره ثانيه. فاطمه هاني مان تو مان نادي الاهلي. هنا في غفله دفاعيه كده لكن تراي كده على الباسكت من ايه الفقي ما تنجحش في التسجيل، تلم على طول حبيبي بيكو تقلب الملعب على طول للسوكا، السوكا على الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل، صراع على الكره تنتهي عند بيتس، ثلاث محاولات النادي الاهلي على 3 بوينت وفص بريك سريع تخبط في شي كيلي وتطلع اوتسايد، ثلاث محاولات النادي الاهلي على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، لا ينجح الاهلي في تسجيل اي من النقاط. نجح الاهلي حتى هذه اللحظات في تسجيل نقطتين ونادي الجزيره خمس نقاط في بدايه احداث وعمر الكوارتر الثالث. تخبط الكره كده بيتس وفي الباك لياب لكن لا تنجح في التسجيل، رنيم جداوي في الديفنسيف ريباوند حاضر وتروح رنيم تبدا الملعب وتسلم للشي كيلي، الشي قطعها رنيم تاخد رنيم الكره لكن في الستيل حاضر على طول حبيبه حاتم تسلم لايه الفقي، ايه تبدا الهجمه لحبيبه مره ثانيه. حبيبه في الدرايف تاخد السكرين من ايه الفقي في البيك اند رول على طول قطعها حبيبه لتروح على طول تنجح انها تاخد فاول على شي كيلي بتو شوتس لصالح ايه الفقي. ادي السكرين وادي البيك اند رول من اوله، كان لازم هنا يحصل يا اما سويتش يا اما يتم تعطيل الباصه وتسقط هنا من الاول لاعبه شي كيلي اللاعبه الامريكيه. فاول وتو شوتس لصالح ايه الفقي. فري ثرو اول لايه. تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني ايضا لايه. تنجح ايضا في التسجيل. ضغط نادي الجزيره، حبيبه بيكو تسلم لرنيم، رنيم هي اللي هتقوم بدور صانع الالعاب لغايه ما تعدي قبل الثمان ثواني، سلمت لحبيبه بيكو، بيكو تقلب للشي كيلي، شي في البيز لاين، قطعها رنيم، باصت على طول نادين سلعاول لسه نازله مكان سرايا شاطت على الثري بوينت لا تنجح في التسجيل، تلم على طول بيتس، بيتس تبدا الهجمه، باصت الناحيه الثانيه على طول لايه الفقي، وايه الفقي باسكت تنجح في تسجيله في غفله دفاعيه وعدم تنظيم صفوف النادي الاهلي دفاعيا، تنجح بيتس انها تباصي و لايه الفقي على طول ترد شي كيلي بتو بوينت على الميديم شوت تنجح في تسجيلهم، تعدي النتيجة إلى 20 نقطة 62 22 نقطة عفوا 40 لصالح نادي الأهلي. رضوى سالم هلا يعود كابتن طارق خيري للزون ديفنس مرة ثانية 2-3 فريدة وائل بديك أندرول مرة ثانية حبيبة سلم رضوى سالم، رضوى في آخر
الثواني تسلم لحبيبه حاتم اللي شاطت على الثري بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول فريده وائل وتسلم بدورها لرنيم جداوي، رنيم تعدي الناحيه الثانيه معاها شي كيلي، وصلت رنيم، نجحت رنيم، سجلت رنيم تو بوينت لصالح النادي الاهلي، توسع الفارق الى 24 نقطه لصالحه. ادي الهجمه من بدايتها وادي الفاول على حبيبه حاتم. واند وان لرنيم جداوي. 4 دقائق 55 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. رنيم جداوي على الاند وان تنجح في التسجيل. اولى المحاولات لرنيم جداوي في احداث الكوارتر الثالث. وادي ستيل رائع من شي كيلي، شي في درايف واحد على واحد توصل وتنجح في تسجيل تو بوينت جديده يعدل بيها الفارق الى 27 نقطة، وادي الستيل وادي الدرايف حطها اسمها كويس قوي وصلت ونجحت في تسجيل 2 بوينت جديد. لسه الهجمة مع الجزيرة، حبيبة حاتم بتستغل رضوى سالم الميس ماتش، واحد طويل مع واحد قصير، سلمت لكنزي على اوبن شوت 3 بوينت وتنجح كنزي في تسجيل 3 نقاط ليها تضيفهم لصالح نادي الجزيرة 67 43 لصالح نادي الاهلي. حبيبه بيفو تبدا الهجمه، سلم لجداوي هاند اوف على طول مع حبيبه، تلحق رنيم جداوي وقطعها في الباك دور حلوه قوي فريده وائل، تخبط كده وتروح ل رضوى سالم، سلم لبيتس بدورها تقلب الملعب على طول لكنزي خرشت، كنزي لقت نفسها مره ثانيه فاضيه وشاطت ونجحت المره دي التسجيل 3 نقاط من اصل 3 محاولات، نجحت كنزي خرشت في تسجيل محاولتين في احداث وبدايه الكوارتر الثالث. بدايه الهجمه عند نادين سلعوه، تاخد السكرين من شيك كيلي، تسلم لرنيم جداوي عايزه ترد لكن ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول حبيبه حاتم، حبيبه في الاول ذا واي راحت لكن تم تعطيلها، تنزل توصل لكنزي، كنزي الحبيبه حاتم في الدرايف لوحدها خالص توصل لكن لا تنجح في التسجيل، فريده وائل ديفنسيف ريباوند حاضر على طول وتبدا الهجمه، فريده تروح، فريده في الدرايف واحد على واحد تقطع منها توصل على طول لكنزي اللي بتسلم بدورها لحبيبه حاتم ما بتلحقش حبيبه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تايم اوت تطلبه كوتش طارق خيري، نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا من الاهلي انا من هنا من اسماعيليه بس انا انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش عمرو عاصم، كوتش طارق خيري عفوا، لتعديل الصفوف خاصة الدفاعية، التنظيم الدفاعي لابد من تواجده. النتيجة الآن 67-46 لصالح النادي الأهلي. 21 نقطة هو فارق لصالحه، 3 دقائق و12 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث، الحيازة للأهلي والأهلاوية عادت مرة ثانية. سرايا محمد ضغط نادي الجزيرة، سرايا تقوم بدور صانع الالعاب، تسلم رنيم جداوي، رنيم بتطلع قبل الثمان ثواني، مرة ثانية لسوكا. مكان نوع الشتاء سرايا محمد. سرايا قطع حلو قوي الاسيست من رنيم جداوي والفيك ولا اروع من سرايا محمد تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة سهل وايزي لاب لصالح النادي الاهلي. بيتس تبدا الهجمة، تاخد السكرين، تعطلها على طول، رنيم جداوي صراع على الكرة و خطأ وفاول على رنيم جداوي. فاول على رنيم جداوي لكن التراب كان معمول صح.
واوت سايد لصالح نادي الجزيره. اوت سايد للجزيره. ضغط النادي الاهلي. وادي ستيل على طول حاضر، لكن تروح الكره لايه الفقي. ايه الفقي تباص الرضوى سالم تحت الباسكت لوحدها، بتهوش وتروح وتوصل لكن لا تنجح في التسجيل. رنيم جداوي الريباوند الاعلى في هذا اللقاء، تنجح في انها تاخد فاول على رضوى سالم على طول. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي. ضغط نادي الجزيره. رنيم جداوي تعدي على طول. لسه رنيم تحتفظ بالكره. مراد اشرف نزل دلوقتي وادي درايف على طول رنيم جداوي، لكن هنا في فاول. هنشوف الفاول على مين. اعتقد الفاول على رضوى سالم. رنيم جداوي في الكوارتر الاول والثاني توتال ريباوند 5 ريباوند. هي الاعلى في الاهلي، والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. سوكا اخر دقيقتين 20 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. نهائي كاس مصر على شاشه قناه النادي الاهلي. فيك حلو قوي من نادي سرعه ودرايف ولا اجمل، وباسكت ولا اروع من نادو. تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده وبتاخد الفاول. نشوفها في الاولها في الاعاده. ادي كروس اوفر، ادي درايف، وادي بيتس بتعمل الفاول، وادي او عفوا حبيبي حاتم بتعمل فاول، وبتنجح نادين في استغلال جزء من جسمها تنجح في تسجيل 2 بوينت، ومعاها الاند 1 لصالح النادي الاهلي. اند 1 لنادين تنجح في تسجيله. بيتس يضغط النادي الاهلي عن طريق فريده وائل متمكنه او عفوا متوليه رقابه بيتس. ايه خالد تقلب الملعب على طول لحبيبه حاتم. حبيبه بتسلم رضوى سالم تحت الباسكت. رضوى عايز تلعب واحد على واحد ومعاه رنيم جداوي، تعمل عليها دبل تيم، تطلع الكره على طول ليه ايه الفقي، تقف وتستخدم اللوحه لكن لا تنجح في التسجيل. مرال اشرف ديفنسيف ريباوند حاضر على طول، وتبدا الهجمه وتسلم لسوكا. سوكا في الدرايف قطعها رنيم جداوي بشمالها لكن لا تنجح في التسجيل. تاتي معها فاول عن طريق ايه الفقي بالتو شوتس لصالح رنيم جداوي. نموذج للفاست بريك بتطبقه لعبات النادي الاهلي، بداية من ميرال اشرف اللي لمت الديفنسيف ريباوند، طلعت لسوكا قطعها حلوة قوي نادين او رنيم جداوي، وتنجح في انها تاخد فاول بتو شوتس لصالح رنيم جداوي. فري ثرو اول غير ناجح للرنيم. فري ثرو ثاني لرنيم جداوي تنجح في التسجيل. عدد اللاعبات المشاركات للنادي الاهلي من ال 12 9 لاعبات حتى هذه اللحظه. يبدا نادي الجزيره الهجمه عن طريق بيتس، تتولى رقابتها المره دي ميرال اشرف. تمارا نادر نزلت. بيتس لتمارا نادر. سلم رضوى سالم. رضوى هاند اوف على طول مع حبيبي حاتم. اخر دقيقه و25 ثانيه من عمره احداث الكوارتر الثالث. حبيبي حاتم في كيك اوت لبيتس. بيتس تعمل الدرايف من الميدل، توصل تسلم لحبيبي حاتم. هنا وادي 2 بوينت، وهنا كابتن طارق بيقول لسرايا يعني انزلي بدري شويه، كان لازم تنزل بدري شويه. نادين سلعاوه، نادين لرنيم جداوي، رنيم في الدرايف على طول، رنيم تراي على الباسكت، ليارا اسامه لسه نازله لكن ما بتنجحش في التسجيل، كيك اوت على طول حاضر عند نادين سلعاوه على الاوبن شوت، لا تنجح ايضا في التسجيل، يلم على طول نادي الجزيره عن طريق رضوى سالم. رضوى ووكن على رضوى. ووكن على رضوى. اقول لحضراتكم مين نازل من الجزيره. يارا اسامه تعود لارض الملعب في اول مشاركه ليها في احداث هذا الجيم. ضغط نادي الجزيره اخر 53 ثانيه من عمره احداث الكوارتر الثالث. سرايا على طول تنجح انها تهرب من الرقابه وتعدي بالملعب قبل الثمان ثواني. سرايا سلم ليارا اسامه. يارا في الدرايف بالسيمي هوك توصل لكن لا تنجح في التسجيل. بيتس على طول تلم الديفنسيف ريباوند، تبدا بيتس. بيتس
سلم لتمارا نادر، تمارا في الدرايف هوش وراحت طلعت الكيك اوت لجنى وائل، جنى تقلب الملعب على طول لبيتس المره الناحيه الثانيه، 3 بوينت للبيتس على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، يرى اسامه ومعها تمارا، لكن هنا في ايه؟ في فاول على رنيم جداوي. 20 ثانيه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مش تو شوتس، ده رابع خطا يرتكبه النادي الاهلي توتال في بدايه في الكوارتر الثالث. 20 ثانيه في تغيير هنا، خرجت رنيم جداوي ونزلت تشي كيلي. التغيير كان لازم يتم اجراءه قبل تسليم الحكم الكره. هنشوف هنا هيحصل التغيير. كابتن ايني بيطالب برنيم على العوده للملعب مره اخرى، وكابتن نانسي خلاص ادت الاذن بالتغيير. اوت سايد لصالح نادي الجزيره. جنى وائل هتطلع الاوت، تسلم لحبيبه حاتم، حبيبه في الدرايف مره ثانيه، ترجع ثاني لسه النادي الاهلي مان تو مان. بيتس لجنى وائل، تقلب الملعب لحبيبه، حبيبه تحت لتماره في البيز لاين لحبيبه مره ثانيه. اخر ثانيتين في عمره احداث الهجمه، بيتس على 3 بوينت شوت لكن لا تنجح في التسجيل، تماره سكند شوت تسلم رضوى سالم 3 بوينت مره ثانيه لا تنجح ايضا في التسجيل، وهنا تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 73-48. اعزائي المشاهدين، استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع، ونعود اليكم سريعا في بدايه احداث الكوارتر الرابع، فلا تذهبوا بعيدا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفصل الاخير من نهائي كاس مصر سيدات موسم 22-23، وتقدم النادي الاهلي حتى هذه اللحظات 73-48. وماسي النادي الاهلي يارا اسامه، ميرال اشرف، شيكيلي، ونادين سلعاوه وسوريا. اما خماسي نادي الجزيره حبيبه حاتم، رضوى سالم، بيتس، وجنى وائل. وهنقول لكم الخمسه مين هي، تماره نادر. 73-48 الحيازه الاهلي والاهلاويه. درايف سريع كده من ميرال، تتراجع عنه، تقلب الملعب على طول ليه سوريا. سوريا في الدرايف روعه الروعه، تنجح في تسجيل 2 بوينت تفتتح معها بدايه احداث الكوارتر الرابع والاخير في عمر المباراه. 75-48 لصالح النادي الاهلي والاهلاويه. بيتس سلم رضوى سالم، دفاعات قويه من النادي الاهلي في التغطيات، تقلب الملعب على طول لتماره، تماره في الدرايف وصلها راحت، لكن هنا في فاول ترتكبه يارا اسامه لاعبه نادي الاهلي المنتقله حديثا في يناير من نادي الزمالك. شوتس لتمارا نادر. فري ثرو اول لتمارا نادر. تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لتمارا. لا تسجل. لما على طول شاي كيلي، شاي تبدا الهجمه، شاي هندوف على طول لكن تتراجع وتسلم ليه، ما تسلمش وتروح هي وتخلص التو بوينت على طول وتنجح في تسجيل نقطتين كمان ليه صالح النادي الاهلي. يورو ستيب شاي كيلي تنجح في تسجيل. تمارا نادر في الدرايف راحت وصلت نجحت في تسجيل تو بوينت جديده لصالح نادي الجزيره. يبدا الهجمه عن طريق شاي كيلي النادي الاهلي. شاي سلم ليارا اسامه، يارا في الدرايف من الميدل باك بيفوت حلو قوي، لكن المره دي بيحتسب فاول على رضوى سالم، وتو شوتس ليارا اسامه. يارا اسامه على الفري ثرو 77-51 لصالح النادي الاهلي، 26 نقطه لصالح. فري ثرو اول ليارا غير ناجح. يارا على الفري ثرو الثاني لا تسجل ايضا. بيتس على طول ديفنسيف ريباوند حاضر، سلم ليه رضوى سالم، رضوى
تعدي وتسلم على طول لانجي او جانا تنجح في تسجيل ثلاث نقاط. 3 بوينت من جانا. جانا وائل وادي الهجمه بدايتها عن طريق سوكا. سوكا تقلب الملعب على طول نديل سلعوة. نديل سلعوة في الدرايف على طول اخر 10 ثواني في زمن الهجمه راحت وصلت نجحت سجلت 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. وسع الفرق الى 79 54 لصالح الاهلي. حبيبه حاتم تبدا الهجمه. بيتس رضوى سالم لوحدها على الاوبن شوت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. تمارا نادر طلع كيك اوت على طول لبيتس. بيتس حاول تلعب واحد على واحد وتشوط على الاوبن شوت تنجح في تسجيل 3 بوينت ثانيه لصالح نادي الجزيره عن طريق بيتس. ثاني الثلاثيات في المحاولات لصالح النادي الجزيره. وادي هجمه عنتريه كده للشيك كيلي لكن لا تنجح في التسجيل. لما رضوى سالم ديفنسيف ريباوند تروح على الاول زاويه توصل بشمالها تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده. تايم اوت على طول يطلبه الكوتش طارق خيري بعد مكان الفارق 26 نقطة أصبح الفارق 20 نقطة. كوتش طارق خيري لازم هيدي زي ما بقول كده إيه يعني يبتدي يظبط أداء دفاعات النادي الأهلي و لعدم تقدم نادي الجزيرة مرة أخرى. تعالوا نسمع تعليمات التايم أوت ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. التايم اوت اللي طلبه الكوتش طارق خيري. ما زال خماسي النادي الاهلي كما هو سرايا نادين شيك كيلي رضوى نزلت فريده وائل وميرال اشرف وخماسي نادي الجزيره بيتس رضوى سالم جانا وائل. هنقول لحضراتكم مين المتبقي. فريده وائل فريده سلم لشيك كيلي شيك مع رضوى سالم على الميديم شوت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. السكند شوت حاضر عند نديل سلعوه تنجح انها تاخد السكند شوت ولكن تعترضها في حبيبه حاتم بفاول وتو شوتس لصالح نديل سلعوه. طبعا كل المباركات لاخو نديل سلعوه احمد سلعوه انتقاله من نادي الجيش الى نادي سبورتنج هذا الموسم القادم. نديل على الفري ثرو الاول غير ناجح. فاطمة هاني في نادي الجزيرة تستعد للنزول. ثلاث محاولات للنادي الأهلي على الفري ثرو في الكوارت الرابع لم يسجل ولا محاولة ودي المحاولة الرابعة أولى المحاولات في النجاح عن طريق نادي السلعوة. فاطمة هاني بدل من حبيبة حاتم في تغيير يجري كوتش عمرو عاصم. ضغط النادي الأهلي تمارة تحاول تعدي مع ميرال أشرف عدت تمارة هاند اوف على طول مع بيتس دفاعات قوية من النادي الاهلي والاهلاويه. بيتس معاها فريده وائل يعمل التراب تسلم لتماره نادر. تماره تقلب الملعب لجانا وائل. جانا تماره لكن الستيل حاضر عند سوكا. سوكا في الاول زاويه راحت سوكا راحت سوكا سجلت سوكا لم تنجح في التسجيل. تلم على طول فريده وائل وتحاول تراي على الباسكت لكن لا تنجح في التسجيل ايضا. فاطمه هاني تلم ديفنسيف ريباوند سلم رضوى سالم. رضوى باليورو ستيب تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده ده الفارق ل 19 نقطه. وادي اسيست ولا اروع باسكت ولا اجمل عن طريق نديل سلعوه اسيست ما فيش اجمل من كده من ميرال اشرف. يضغط النادي الاهلي مره ثانيه. رضوى سالم تستلم الكوره في الفرونت اريا. رضوى سمارة نادر تاخد السكرين تحاول تعمل الدرايف بالبيز لاين توصل لكن لا تنجح في التسجيل. على طول ميرال اشرف ديفنسيف ريباوند ولا اروع وتسلم لنادين سلعوه. نادين في الدرايف
نادين بنتريشن راحت سجلت 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. نادين سلعوه تتقمص دور البطل في احداث الكوارت الرابع وتنجح في التسجيل. خلص عند نادين على طول وشكرا لمخرجنا على الاعاده. بيتزا على طول توصل في درايف لوحدها تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده. سرعه تستلم وتبدا الهجمه للنادي الاهلي مع جانا وائل. دفاعات من اول الملعب. سرايا تنجح في التخلص من جانا. سرايا راحت وصلت لكن لا تسجل. تلم على طول تمارا نادر تلحق الكوره وتعدي بالملعب. 84-63 فاطمه هاني على الاوبن شوت في 3 بوينت لا تسجل. فريده وائل ديفنسيف ريباوند حاضر على طول. تبدا الهجمه فريده سلم لسوكا. سوكا تهدى بالملعب سوكا لميرال اشرف. ميرال جرب حظها على الاوبن شوت لكن المره دي مش حلوه. لا شاي كيلي في السكند شوت على طول وتسلم ميرال اشرف في الباك لاب لكن تعترضها في الاخير تمارا نادر وتنجح انها فريده او عفوا ميرال اشرف انها تاخد فاول بتو شوتس لصالح. فاول على تمارا نادر. نادين رنا علاء وايه الفقي في تغيير مكان جانا وائل ورضوى سالم في نادي الجزيره. اوتسايد تو شوتس تو شوتس اوتسايد. وادي كات حلوه قوي لفريده وائل لكن ما بتنجحش في التسجيل. تمره نادر تلم ديفنسيف ريباوند تسلم لرنا علاء تبدا الهجمه. رنا رنا علاء تقلب الملعب على طول للمره الثانيه. للمره الثانيه نفس اللعبه تلعب علينا في غفله دفاعيه تماما. باسكت لايه الفقي وادي ميرال اشرف. ميرال تسلم ليه سوكا. سوكا تهوش تسلم للشي كيلي. شي قطعلها لكن على الميديا بشوت. شي هتقف وتشوت فعلا بالفيد اوي لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول بيتس ديفنسيف ريباوند تبدا الهجمه. 84-65 اقل من 5 دقائق على انتهاء زمن الكوارتر الرابع والمباراه. فاول على نادو او نادين سلعوه بتو شوتس لصالح بيتس المحترفه الامريكيه. هذه الاعاده وادي الفاول. فاول على نادين سلعوه. اوتسايد 4 دقائق 43 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. 84 الاهلي 65 الجزيرة. هيا الفي تقلب الملعب على طول ليه رنا علاء. رنا تاخد من سكرين بيك اند رول مرة ثانية لايا الفي اللي بتنجح المرة دي انها تسجل نقطتين. لازم الجارد البعيد الويك سايد لازم ينزل اكتر من كده. وادي ستيل من تمارا لكن تمارا تلمس اللاين كده وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 4 دقائق 23 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. سوكا تاخد السكرين من شي كيلي. شي سوكا على 3 بوينت شاطت لكن لا ترجع في التسجيل. ايه الفقي ديفنسيف ريباوند وتطلع الفصل بريك على طول لتمارا نادر. تقلب على طول لفاطمه هاني. فاطمه في الدرايف من البيز لاين في الستيب في اليورو ستيب لكن ما بتنجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند ميرال اشرف. ميرال تعدل ملعبها ميرال وتسلم للشيك كيلي تحت الباسكت معاها ايه الفقي. الشيك كيلي في الهوك شوت لكن بتعترضها ايه الفقي بفاول وتو شوتس لصالح شيك كيلي. شوفها مره ثانيه. شيك كيلي بتهوش ترتكز بتروح الفاول هنا على رنا علاء مش على ايه الفقي. 84-67 3 دقائق 53 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراة. شي كيلي فري ثرو اول ناجح. شي كيلي على الفري ثرو الثاني. لا تسجل 85-67 رن علاء تاخد السكرين تعدي قبلها ميرال اشرف تسلم ليه تمارا نادر واحدة من نجوم هذا اللقاء. فاطمة هاني درايف من البيز لاين لكن السيل عند نادين سلعوه لكن نادين سلعوه تطلع منها الكره اوتسايد. ورضوى محمد لاعيبه النادي الاهلي نزلت دلوقتي في ارض الملعب. اقول لحضراتكم مكان مين. مكان فريده وائل. رنا علاء
الثواني الاخيره في الزمن الهجمه تروح وتشوط لكن لا تنجح في التسجيل. ميرال اشرف على طول بمنتهى الذكاء تعرف تخلص الكره وتعدي وتهدى بالملعب. نادين سلعوه، نادين تعدي بالكروس اوفر رايحه في الدرايف من الميدل راحت وصلت لكن لا تسجل. سكند شوت شوت ثاني عند نادين طلع لي شي كيلي شي في الدرايف شي تطلع الميرال اشرف على الاوبن شوت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. توصل على طول رن علاء، رن علاء تبدا الهجمه مستنيه مين؟ تمارا لا سلمت لبيتس، بيتس تاخد السكرين عدت عكس السكرين وقفت في الفيد اوي شاطت لكن لا تنجح ايضا في التسجيل. سكند شانس هنا عند ايه الفقي تسلم ليه تمارا لكن تمارا 3 بوينت بعيده وعلى طول رضوه تستلم وتهدى بملعبها. تعدي رضوه قبل الثمان ثواني تبدا الهجمه. رضوه محمد رضوه عدت بالسكرين من شي كيلي. رضوه مره ثانيه واحد على واحد بالكروس اوفر كيك اوت لشي كيلي. شي جربت حظها على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. بيتس على طول تلم السكت ديفنسيف ريباوند تبدا بيتس وتسلم لفاطمه هاني. فاطمه هاني تروح على الباسكت لكن لا تنجح في التسجيل ايضا. سلعوه تلم الديفنسيف ريباوند وتطالب لعيبتها بالهدوء وتمشي الهجمه لاخرها. في تسرع شويه من النادي الاهلي. ميرال اشرف ليه رضوى سلمت تحت الباسكت لشي كيلي. شي قلبت الملعب الناحيه الثانيه لنادين سلعوه. نادين في الثري بوينت موجوده حاضره. نادين سلعوه تنجح في تسجيل ثري بوينت ولا اروع بعد اسيست من شي كيلي. ثري بوينت نادين توسع الفارق الى 21 نقطه 88 67 لصالح النادي الاهلي والاهلاويه. الكره في حيازه نادي الجزيره دقيقتين وثلاث ثواني على انتهاء عمر واحداث الكوارت الرابع والمباراه. رن علاء تعدي رن تسلم لفاطمه هاني. فاطمه هاني لتمارا نادر. تمارا في الدرايف من الميديا راحت تمارا وصلت لكن لا تنجح في التسجيل. وادي جامب بول هنا ما بين شي كيلي وايا الفي والحيازه لصالح نادي اعتقد الجزيره. حيازه لصالح نادي الجزيره. اخر دقيقه و50 ثانيه وتغيير. فاطمه هاني هتخرج من الجزيره. شوف مين اللي هينزل مكانها. نزلت مكانها حبيبه حاتم مره ثانيه. 88 67 اخر دقيقه 50 ثانيه. بيتس طلع ليه ايا الفقي لبيتس مره ثانيه في البيز لاين تعمل فيد اوي وتشوط لكن لا تنجح في التسجيل. شي كيلي على طول بتحضن على كورتها كده وتنجح انها تاخدها تقول لهم ابعدوا انا هطلع بالملعب. عدت شي كيلي. شي في الدرايف واحد على واحد تسلم رضوه محمد. رضوه تاخد السكرين من شي كيلي. ميرال اشرف ميرال سيطر على الكره لسه ميرال لكن تروح لشي كيلي مره ثانيه. اخر خمس ثواني في زمن الهجمه. رضوه محمد على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. زق كده تمره لكن توصل في الاخير ليه ميرال اشرف سلم لسوكا. سوكا باك بيفوت رائع. سوكا سبع ثواني على زمن الهجمه. سوكا سلم لميرال لكن هنا مخالفه ثلاث ثواني على ميرال اشرف. تغيير قادم في صفوف نادي الجزيره. جانا وائل مكان تمارا نادر يجري كوتش عمرو عاصم واحد من المدربين اللي ليهم بصمه واضحه هذا الموسم. اوتسايد لصالح نادي الجزيره اخر دقيقه وتسع ثواني في عمر الكوارت الرابع والمباراه. 88 67 رنا علاء هتطلع الاوت وتسلم لبيتس لرنا مره ثانيه. رنا تبدا الهجمه تسلم ليه حبيبه حاتم زون ديفنس النادي الاهلي. جانا وائل باصات سريعه بيتس تحت الباسكت ليه ايا الفقي. ايا في الدرايف من البيز لاين تطلع كيك اوت لحبيبه حاتم. حبيبه تعمل الدرايف وتطلع كيك اوت مره ثانيه لرنا علاء. رنا علاء في الميديم شوت شاطت نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الجزيره. رنا علاء لاعيبه نادي الجزيره. تبدا الهجمه النادي الاهلي تروح النادي الجزيره. حبيبه حاتم الكيك اوت لجنى هشام. جنى وائل اللي شاطت 3 بوينت ونجحت في تسجيل 3 نقاط. خلاص 40 ثانيه اعزائي المشاهدين 90 نادي الاهلي 72 نادي الجزيره. اكلينيكيا فنيا يتبقى فقط الاعلان عن فوز النادي الاهلي بكاس مصر. وادي بساط سريعه تنتهي عند رضوى. رضوى في الاوفن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول بيتس وتبدا الهجمه. بيتس
تسلم لجنى وائل اللي شاطت ونجحت في تضييق الفارق للمره الثانيه 15 نقطه لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد وادي هنا بتاخد فاول في اخر 18 ثانيه على بيتس والتو شوتس لرضوى محمد. خلاص نقدر نقول بكل ثقه مبروك النادي الاهلي بفوزه اليوم ليه على نادي الجزيره كاس مصر سيدات، الكاس الثامنه في تاريخ النادي الاهلي. رن علاء على الفري ثرو الاول ناجح، وفري ثرو ثاني ايضا ناجح رن علاء، يضغط نادي الجزيره عايز يضيق الفرق اكتر من كده. سلعوة على طول خلص الاشتباك وتعدي قبل التسع الثمان ثواني، تقف وترتكز وتسلم لسرية، سرية تهدب ملعبها. خلاص خلاص انتهت، واعلن رسميا فوز النادي الاهلي بكأس مصر.